تحية لكم الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلمين يحييكم، السلام عليكم. واحد المنتدى الحضري العالمي 2024 صناعة الأمل. حضراتكم، المجتمع الإنساني في العالم ككل وفي التاريخ ككل هو مجتمعين، مجتمع ريفي ومجتمع حضري، بينقسم إلى الريف وإلى المدن. قبل سنة 2007 كان على مدى التاريخ الريف أكتر من المدن، سكان الأرياف أكتر من سكان الحضر، لكن بعد عام 2007 عالميا بقى الأول مرة سكان المدن أكتر من سكان الريف في العالم. الأمم المتحدة عندها برنامج اسمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. هذا البرنامج بيعمل مؤتمر عالمي، هذا المؤتمر بعنوان المنتدى الحضري العالمي. ده تاني أكبر مؤتمر عالمي للأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ. يبقى إذن في الأمم المتحدة تحتها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتحت هذا البرنامج يوجد منتدى العالم الحضري أو المنتدى الحضري العالمي. حضراتكم، مصر في 2022 استضافت المؤتمر العالمي للمناخ في شرم الشيخ. في 2024 تستضيف مصر مرة أخرى ثاني أهم مؤتمر عالمي للأمم المتحدة، وهو المنتدى الحضري العالمي. الرئيس السيسي وجه إن استضافة المؤتمر تكون أفضل ما يكون، وإن لازم يكون الأداء زي مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، وإن دي فرصة كبيرة جدا نعرض الإنجازات اللي عملناها في المدن والقرى المصرية على مدى السنوات الفائتة. تشكلت اللجنة العليا للإعداد للمنتدى الحضري العالمي في مصر 2024 برئاسة رئيس الوزراء، واللجنة التنفيذية في وزارة الخارجية، زي بالظبط مؤتمر المناخ متعامل من الناحية الهيراركية. الوزارتين المعنيتين بمضمون هذا المؤتمر هما وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية. يبقى إذن اللجنة التنفيذية في الخارجية، التنمية المحلية والإسكان هما الوزارتين المعنيتين بمضمون وجدول أعمال هذا المنتدى العالمي. حضراتكم، المدن في العالم كله كبرت وعدد السكان زاد، والأسباب كتيرة، إما لأنه بعض الدول تواجه جفاف وتصحر زي وسط إفريقيا، فنلاقي الناس تزحف باتجاه المدن حيث يمكن الحياة بعد بقت الحياة مستحيلة في بعض الأماكن القاحلة، أو إن فرص العمل مش موجودة، أو الفقر بيزيد، أو صراعات عرقية ودينية وقبلية موجودة، فالناس تزحف إلى أطراف المدن للحياة لأنهم هناك ممكن يجدوا درجة أعلى من الأمن. إنما ده كمان أثر على مستوى أداء المدن. في مدن تضخمت جدا، إنما في المجمل بقى في حزام حوالين مدن كتيرة جدا جاي من مناطق أخرى، أثر على الخدمات داخل المدن. تقديرات الأمم المتحدة إن ربع سكان المدن في العالم تحت خط الفقر، مش فقراء، تحت خط الفقر، يعني فقر شديد. كام؟ ربع سكان المدن في العالم. أكبر مدينة في العالم من حيث عدد السكان العاصمة اليابانية طوكيو، دي أكبر مدينة في العالم سكانيا. عدد سكان طوكيو 37 مليون نسمة، رقم خرافي. الزحام في طوكيو بتلاقي أعداد مهولة من البشر، لكن طبعا في إطار نظام كبير جدا معروف عن اليابان. يبقى إذن طوكيو هي أكتر مدينة في العالم من حيث عدد السكان، هي رقم واحد في العالم. بعد طوكيو بتيجي دلهي في الهند، ثم شنغهاي في الصين. نمشي نلاقي رقم 7 القاهرة بحوالي 20 مليون نسمة، 8 بكين عاصمة الصين. إذن القاهرة من أكبر 10 مدن في العالم. مصر عندها تجربة هتقدمها في المنتدى الحضري العالمي، اللي هي إلغاء نسبة كبيرة من العشوائيات والقضاء عليها تماما، وإعادة تأهيل نسبة أخرى من العشوائيات، ووضع نسبة أخرى قيد المراجعة وقيد التطوير. وشفنا في شهر رمضان 2023 الإفطار
اللي حضره السيد الرئيس في الأسمرات. الحكومة هتعرض في هذا المنتدى التطوير الكبير اللي حصل في العشوائيات في مصر، وإنه من 5 سنين لم تنشأ عشوائيات جديدة في مصر، لأن ده المهم، مش بس القضاء على العشوائيات، لأنك ممكن تقضي على عشوائيات وتنشأ عشوائيات جديدة تأهل عشوائيين ويأتي عشوائيين جدد، إنما الأهم هو ده، إن وقف زحف عشوائيات جديدة أو بناء عشوائيات جديدة أو وجود تجمعات عشوائية لم تكن موجودة من قبل. الحكومة بتشتغل بقوة على إنه ما يكونش فيه عشوائيات جديدة، وحافظت مصر على مدى سنوات الخمس الفائتة إن ما تكونش فيه عشوائيات جديدة. ستعرض الحكومة أيضا في المصاد الحضري العالمي الدور الكبير اللي الدولة قامت بيه في إطار تطوير الريف، سواء المدن اللي موجودة في المحافظات اللي بقى فيه مدن جديدة معمولة على أعلى مستوى وفيها إطار كبير من الخدمات معمولة طبقا لمعايير عالمية، أو سواء للريف القديم اللي فيه مبادرات كبيرة جدا زي حياة كريمة وغيرها بتحاول تطور من هذا الريف اللي موجود في مصر وبقاله سنين جدا كان محتاج إلى تطوير. إذن مجمل هذا الأمر إن مصر شهدت في 2022 أكبر مؤتمر للأمم المتحدة في العالم اللي هو مؤتمر المناخ، وستشهد بإذن الله في 2024 تاني أكبر مؤتمر للأمم المتحدة في العالم وهو المنتدى الحضري العالمي. وإن مصر اللي 58% من سكانها هم سكان الريف عندهم مبادرة حياة كريمة ومبادرات أخرى، وإن سكان المدن أيضا بيجدوا محاولات كبيرة جدا للتطوير وإنجازات كبيرة موجودة في أكثر من مدينة مصرية. كل هذه الرؤية المصرية سوف تعرض في المنتدى الحضري العالمي 2024 في مصر.